وقد شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله هذا اليوم إخوانه وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في قصر الدرعية بمدينة الرياض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، واستجابة لرغبة أخي صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان نستضيف المملكة الدورة 39 للمجلس على المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويسعدني أن أبعث بأطيب تمنياتي لجلالة أخينا العزيز سلطان قابوس، سائل المولى عز وجل التوفيق والسداد لسلطنة عمان الشقيقة في رئاسة أعمال مجلس التعاون في الدورة الحالية. كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لأخي العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق على جهوده المباركة في رئاسة أعمال الدورة الماضية، والشكر موصول لمعالي الأمين العام ومنسوبي الأمانة على جهودهم في متابعة وتحضير أعمال المجلس. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، لقد قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس، وهم ثروتنا الأساسية، وهم وبهم تتحقق الرؤية والآمال وأثق أننا جميعا حريصون على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل. لقد حفظ الله عز وجل دولنا بثروات بشرية وطبيعية وعزت دورها الحضاري في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب منا جميعا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دولنا والمنطقة. إن منطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم، ولا زال القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمننا الخليجي والعربي المشترك، ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياسات العدائية في رعاية تلك القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا يتطلب لجميعا الحفاظ على مكتسبات دولنا والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والإصرار على ضرورة تحقيق الضمانات الكاملة والكافية تجاه برنامج إيران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، تواصل المملكة الدفاع عن قضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها، ونسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق المشروعة، ما في ذلك إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتناشد المملكة المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام. لقد حرصت دول التحالف بضم الحكومة الشرعية في اليمن على انقاذ اليمن وشعبه من فئات انقلبت على شرعيته،
وعملت إلى العبة بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة العمل للشعب اليمني من خلال برنامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما تواصل دول التحالف دعم الجهود للوصول إلى حل سياسي الأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل، وتدعو المملكة لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويسهم في قيام حكومة انتقالية تضمن وحدة سوريا وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها، كما تحرص المملكة على بناء علاقات متينة واستراتيجية مع الشقيق العراق التي تشكل ركنا أساسيا من ضمن الأمن العربي. في الختام أجدد ترحيبي بكم جميعا في بلدكم الثاني، وأراجل المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أصحاب الجلالة والسمو معالي الأمير العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على المبادرة الكريمة باستضافة أعمال دورتنا 39، وعلى حفاوة الاستقبال وحسن الإعداد لهذا اللقاء الهام الذي يجمعنا جميعا في إطار بيتنا الخليجي، مؤكدين حرصنا على دعمه وسعينا المتواصل على الحفاظ عليه. كما يسرني بمناسبة انعقاد دورتنا هذا والتي تتزامن مع ذكرى تولي أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكم في 3 ربيع الثاني، أن أتقدم لجلالته بخالص التهنئة متضرعا إلى الباري عز وجل أن يمده بوفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة العطاء والازدهار للمملكة الشقيقة. أصحاب الجلالة والسمو، إن انعقاد هذه الدورة لمجلسنا الموقر في موعدها المحدد رغم الظروف التي نمر بها يؤكد حرصنا جميعا على مجلس التعاون واستمرار آلية انعقاد دوراته، كما يجسد إدراكنا لحجم واستجابة لتطلعات وطموح أبناء دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد فقد توصلنا ولله الحمد وبفضل توجيهاتكم وحرصكم إلى عقد اجتماعات لعدد من اللجان الوزارية على مدى العام الماضي، والتي تؤكد على حيوية وفعالية مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والمرفوعة اليوم لمجلسكم الموقر لإقرارها. أصحاب الجلالة والسمو، إننا ندرك الأوضاع التي تعيشها منطقتنا والتحديات الخطيرة التي تواجهها وتصاعد وتيرتها المقلق، الأمر الذي يدعونا أن نجسد وحدة كياننا وأن نعزز عملنا المشترك لدعم مسيرتنا. ولعل أخطر ما نواجهه من تحديات الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطيرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع، وليبدأ العالم وبكل أسف بالنظر لنا على أننا كيانا
بدأ يعاني الاهتزاز، وأن مصالحه لم تعد تحظي بالضمانات التي كنا نوفرها له في وحدة موقفنا وتماسك كياننا. وفي سياق حديثنا عن التحديات التي نواجهها، فلا بد لنا من التأكيد على قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب واستنكارنا لها، مشددين على ضرورة تضافر جهودنا للتصدي لها وتخليص العالم من شرورها. أصحاب الجلالة والسمو، انطلاقا من حرصنا على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي وسعيا منا لتدارك الأمر في وضع حد للتدهور الذي نشهده في وحدة هذا الموقف، وتجنب لمصير مجهول لمستقبل عملنا الخليجي، فإننا ندعو إلى وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودا مست قيمنا ومبادئنا وزرعت بذور الفتنة والشغاغة في صفوف أبنائنا، وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه. إننا على ثقة أيها الأخوة إنكم تشاركونني الرأي بأهمية الاستجابة لهذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامية التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا لتهيئة الأجواء التي ستقود حتما إلى تحديد الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد ما نعانيه اليوم من خلاف. أصحاب الجلالة والسمو، إننا نؤكد بأن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا لنا جميعا، ونأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد، والتي استجابت بلادي بتقديم الدعم اللوجستي لها وصولا إلى الحل السياسي المنشود القائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن، مشيدين في هذا الصدد بالأصدقاء في السويد على رعايتهم لهذه المشاورات وسعيهم لتوفير الظروف المناسبة لإنجاحها. ولا يفوتني هنا الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الدولي لدعم تلك المشاورات وإنجاحها، إضافة إلى المساعدات الإنسانية الضخمة التي يقدمها التحالف للتخفيف من آثار الظروف الإنسانية القاسية التي يكابدها أشقاؤنا في اليمن. لا تزال الكارثة الإنسانية في سوريا الشقيقة مستمرة، ولم تفلح الجهود الدولية في إيجاد حل لها، لتستمر المعاناة ويتضاعف التهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم. متمنين لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لسوريا بيدرفسن التوفيق في مهمته الجديدة، وصولا إلى الحل السياسي المشهود القائم على قرارات الشرعية الدولية وجنيف واحد، ومقدرين الجهود التي بذلها سلفه السيد ستيفان دي مستورا. أصحاب الجلالة والسمو، نهنئ الأشقاء في العراق على التطورات الإيجابية التي تحققت لهم باستكمال العملية السياسية باختيار القيادات، عن تطلعنا بأن تتمكن الأشقاء في العراق من إعادة البناء لإزالة آثار ما شهده العراق الشقيق من دمار، وليتحقق لأبنائه تطلعاتهم بالأمن والاستقرار والازدهار. وحول مسيرة السلام التي وبكل أسف تعاني جمودا وتجاهلا من قبل المجتمع الدولي، فإننا نؤكد حرصنا على المسارعة لإثناء عملية السلام وصولا إلى اتفاق سلام شامل ودائم
وفق قرارة الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية دعما وتعزيزا لاستقرار المنطقة والعالم. نؤكد مجددا على أن تستند علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مبادئ أقرها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار تحقيقا لكل ما نتطلع إليه جميعا من أمن واستقرار وسلام لمنطقتنا. وفي الختام أجدد الشكر لكم جميعا داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ دولنا ويعزز وحدتنا ويوفقنا لما فيه العزة والمنعة لأوطاننا والرفاه لشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سمو الشيخ صباح. الكلمة الآن لمعالي الأمين العام، فتفضل. حاضر طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن أرفع إلى مقام المجلس الأعلى الموقر أصدق مشاعر التهاني والتبريكات بمناسبة انعقاد الدورة 39 للمجلس المبارك. ويشرفني أن أتقدم إلى مقامكم السامي يا خادم الحرمين الشريفين ببالغ التقدير والامتنان لاستضافة المملكة اجتماع المجلس الأعلى في دورته 39 برئاستكم الكريمة، معبراً عن وافر الاعتزاز والعرفان للجهود الحثيثة والمساعي الموفقة التي تبذلونها رعاكم الله من أجل ترسيخ العمل الخليجي المشترك وتأكيد تلاحم دول المجلس وتكاتفها وتضامنها وتعميق روابط الأخوة والمحبة بين شعوبها. مهنئاً ومباركاً لكم بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعتكم ملكاً لهذا البلد الكريم، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد في عمركم ويعينكم سبحانه على تحقيق آمالكم في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة في أرض الحرمين الشريفين. ويشرفني أيضاً أن أتوجه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يحفظكم الله بخالص التقدير والعرفان على ما تميزت به رئاسة سموكم الكريمة للدورة 38 للمجلس الأعلى من حكمة بالغة وحرص كبير واهتمام واضح بمسيرة العمل الخليجي المشترك وما بذلته الحكومة الكويتية الموقرة من جهد سخي وعمل متواصل لتعزيز هذه المسيرة المباركة ومضاعفة إنجازاتها وصيانة مكتسباتها. كما ويشرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان المعظم والحكومة الموقرة وشعب سلطنة عمان العزيز خالص التهاني والتبريكات بتولي سلطنة عمان مهام دولة الرئاسة للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، سائلاً المولى العلي القدير بأن يكلل جهود السلطنة وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم بتحقيق الأهداف السامية لمسيرة المجلس المباركة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. ويشرفني أيضاً أن أتوجه بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يحفظكم الله على النجاح الكبير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2018 وبنسبة مشاركة شعبية عالية بلغت 67% من الناخبين المدرجين على جداول الانتخابات، تأكيداً على الحس الوطني الرفيع والولاء التام
لقيادة جلالتكم الحكيمة ودعم للمسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية. خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والسمو، تنعقد هذه الدورة المباركة لمجلسكم الموقر في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون مزيداً من التضامن والتلاحم، وقدراً كبيراً من العمل الجاد لمواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس وترسيخ القواعد التي قامت عليها هذه المنظومة الشامخة التي أصبحت بفضل من المولى القدير، وبجهودكم وقيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة محط أنظار وتقدير دول العالم الشقيقة والصديقة والحليفة. إنما حققته مسيرة مجلس التعاون من إنجازات بارزة وملموسة على مختلف المستويات سيظل ثمرة من ثمار دعمكم ومساندتكم لهذه المسيرة، ونتيجة للتفاني والإخلاص والولاء والوفاء الذي يعبر عنه مواطنو دول المجلس الكرام الذين ينظرون بعين الأمل والتفاؤل إلى المستقبل الزاهر المنشود في ظل مجلس التعاون ومسيرته المباركة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بحرصكم واهتمامكم رعاكم الله بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتطويرها باستمرار لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، وعزمكم الصادق على أن يظل مجلس التعاون كياناً متماسكاً راسخاً معبراً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة والمصالح المشتركة، وحصناً منيعاً لحفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن مكتسبات وإنجازات دوله ومواطنيه وضمان أمن واستقرار المنطقة، وواحة للنماء والازدهار والرخاء. أسأل الله العزيز الحكيم أن يكلل أعمال هذه الدورة المباركة بالتوفيق والنجاح، وأن يسدد على طريق الخير مساعيكم الخيرة، وأن يمدكم بعونه، وأن ينعم عليكم بالصحة وطول العمر، ويديم على دولنا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي، أود بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على استضافته لهذه القمة، وأن أنقل لجلالته تحيات صاحب الجلالة السلطان قابوس وتمنياته الطيبة لجلالته والأسرة الحاكمة في هذا البلد الشقيق، والتمنيات بأن يمن على المملكة بكل خير إن شاء الله. كما استمعنا إلى كلمة صاحب السمو الشيخ صباح، وهي كلمة معبرة وكلمة يقتدى بها في عملنا كمجلس تعاون. نرجو أن تكون هذه المعاني كلها تجسد إلى واقع، وأن يحمي ربنا هذا المجلس ويوفق دائما إن شاء الله بكل خير. وشكرا لكم جميعا.